السلام عليكم، معكم فاطمة مصممة في ايكيا. اليوم بشارككم ثلاث منتجات صغيرة وبسيطة بس تساعد وايد في ترتيب المطبخ. دائما لما نسوي السلطة يكون عندنا لفت اوفرز ما نعرف شو نسوي فيها. عندنا هذه البرودكت تخلينا نحافظ على اللفت اوفرز وهي من ثلاثة أقسام. كلنا في البيت نصف الصحون بهاي الطريقة، بس ما تكون وايد عملية. عندنا هاي المنتج يرتب لنا الصحون. في كل بيت عندنا هاي النوع من الكبت اللي يكون فيه مساحة فاضية ما نعرف شلون نستغلها. عشان نحل هاي المشكلة عندنا ذي البرودكت، نقدر نحطه داخل الكبت ويعطينا مساحة زيادة نحط فيها بلاصات أو أي مواعين أكثر. وهي منا هاي الحجم الأصغر. أتمنى تستفيدون من هاي المنتجات البسيطة في مطبخكم.